السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كأس إفريقيا إيديسات، وين المنتخب السنغالي رقم صعيب في البطولة. واليوم يعني وين نرد على واحد وين قال لي شوبير ما درتش إشهار وكل شيء، ودي أنا هدرت عليها الإيديسات، رانا في أنا في شهر نهضر عليها، راني من رمضان نهضر عليها إيديسات، وأنا من الأوائل اللي قلت وين راه هذا الإعلام؟ وين راه هذو الناس مؤثرين اللي يدوهم في الطيارة يتفرجوا الماكلة لوتيل خالص؟ وين راهم هذو الناس اللي هم يبانوا في التيك توك؟ هذوك المؤثرين كما يقولوا المؤثرين، كما يقولوا المؤثرين اللي عندهم معجبين، هذوك وين راهم؟ هذوك ما يديروش إشارات وكلش، واللي يقارعوا الإشارات تاع الدرام يعطوهم الدرام باش يديروا إشارات. احمد راه دار، احمد راه يهدر، احمد قلت لكم انا ما ديروش اشهارات ولا ما ديروش، ها ديروا اشهارات، هاو ديروا انتم على تقارعوا على نورمالمون اشهار ولا 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 انتم راكم كاع كاع لها الدين ومن بعد تحصلوا ومن بعد تجوا تهضروا معنا احنا، قلنا لكم راني في شهر بالك 15 التاليه تاع رمضان درت واحد الربعة تاع لي فيديو على الاشهارات، يا ودي هاو ما ديروش اشهار، راهي جايه كوب دافريك، راهي جايه كوب دافريك، راهي جايه كوب دافريك. ما كاش كاع هادي فين كوب دافريك فين حاجة مليحة، يعني تدخل فيها السياحة تدخل فيها بزاف صوالح، فيها عنابة في قسنطينة بلد المعالم، فيها عنابة منطقة سياحية يعني كبيرة، فيها ألجي نورمالمون فينك وهران، إيه غادي غادي نقولو عليها، هاي ساحة. وين نعاودو نولو نتكلمو على المنتخب السنغالي وين يبقى رقم صعب، يعني وين ما هي سهلة، ما هي سهلة، لازم الوليدات تاوعنا خاصة كوتجي، كاين المالي، كاين نيجيريا، كاين هادو لي على بالي، كيشوف كاين المالي، كاين نيجيريا، كاين السنغال، وكاين المنتخب المغربي لو كان يجي، هادو أرقام ثقال، هادو أسباوات ثقال. نقول لك ينافسوا، وسيخوض المنتخب السنغالي النسخة 14 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم أقل من 17 سنة، والتي تحتضنها الجزائر من 29 أبريل إلى 19 ماي بهدف ورغبة مواصلة سلسلة النجاحات لكرة القدم السنغالية بعد تتويجها بلقب كأس أمم إفريقيا للأكابر كان 2021 وكأس إفريقيا لكرة الشاطئية 2022 وكأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان 2022 وكأس إفريقيا لفئة العمرية لأقل من 20 سنة 2023 وبقيادة المدرب يعني ساليو الذي يدرك جيدا بأنه تحت أنظار بعد حصول على كل منتخبات الأصانف الأخرى يعني باللقب القاري خلال أشهر 13 الماضية 13 شهر، شحال من لقب 13 شهر، سنغال ها شو الناس اللي تخدم راه 13 شهر، واحد زوج ثلاثة أربعة وتاع المحلي خمسة، خمس ألقاب، خمس ألقاب خويا 13 شهر برك، خمس ذهب، ذهب خمسة. وين المدرب سياليو دايا الذي يدرك جيدا بأنه تحت الأنظار بعد الحصول كل منتخبات الأصناف الأخرى بلقب قاري خلال أشهر 13 الماضية، لن يفكر فريق البلد السنغال بتاتا في كسر هذه السلسلة بل الاقتداء بالأصناف الأخرى من أجل تكريس سيطرة السنغالية على الكرة القارية. شوف هذه باش تاوعنا باش تاوعنا والناس تاع رانا حنا مخيرين في لافريك وحنا عندنا ودي ما عندكش يا رجال 13 شهر خمس القاب يعني ما عندهمش هذيك تاع العقليه تاع غادي كيسموها يا ربي سلسله لا انهزاميه لا ما عندهمش هذه يحوسوا كل واحد بيناتهم متعاندين بيناتهم الاصناف متعانده بيناتهم هذه هي ديالا لعاب دولي سابق ومدرب عديد الأندية المحلية
منها نادي الزمالك، وكذلك الذي أشرف على عدة منتخبات منها المنتخب أقل من 23 سنة، وين يكسب خبرة جيدة في مهنة التدريب، والدليل على ذلك كان صاحب الفضل في تتويج السنغال بأول ميدالية ذهبية في منافسة القارية خلال منافسة الألعاب الإفريقية 2015 ببرازافيل يعني الكونغو. ويعترف الجميع في السنغال بالتواضع والصرامة المكون سابق لأكاديمية أسبير، كل هذا الصفات مكنته من الوصول بفريقه للنهائي بطولة اتحاد غرب إفريقيا أقل من 17 سنة، والذي خسرها أمام المالي، وهو ما يعني بأن الدورة كان 2023 ستكون فيها فرصة سامحة للصعد من خيبته الأولى. ولم يسبق لصغار الأسود المتواجدين ضمن المجموعة الأولى رفقة المنتخب الجزائري والكونغو والصومال أن توجوا باللقب هذا الصنف العمري، حيث يبقون مطالبين أولا باجتياز الدور الأول. ويقول يعني ساليو دايا في هذا السياق بعد إجراء عملية القرعة في أكتوبر 2022 بالجزائر، إنها دورة نهائية نتوقع مواجهة منتخبات جيدة للغاية، علينا فقط مواصلة العمل الذي شرعنا فيه منذ مدة طويلة. سنواجه الجزائر التي تستعد للمنافسة منذ سنتين، والصومال بطل الجهوي والكونغو نائب بطل الجهوي، سنجد أمامنا منافسين أصحاب الصرامة الكبيرة، نحن نتحلى بطموحات كبيرة، وهو الوقت المناسب للكرة السنغالية، علينا استعداد حسب المعايير. لكن التاريخ المشاركات السابقة للمنتخب السنغالي أقل من 17 سنة لا يبعث على الإطمئنان، حيث يعني يرى العديد من الملاحظين بأن هذه المنافسة لم تبتسم له، حيث كانت مشاركتين أوليين عام 2011 و2019 فاشلين بخروجه مبكرا من مرحلة المجموعات. هذه النتائج لم تكن في المستوى تطلعات أنصار الذين يقولون على الجيل الجديد والديناميكية الحالية للخروج بنجاح يعني في مشاركته الثالثة للمرحلة النهائية لكان أقل من 17 سنة والتأهل لكأس العالم أقل من 17 سنة. يعني الناس هذو لازم الناس كيفاش يتخدم، شو الناس كيفاش يتخدم خويا، هذه هي الناس راهي تخدم راهي تطير، والله راهم يخدموا. يعني والله الناس يتخدم خويا، لازم يخدموا، لازم احنا غادي نلعبوا معاهم. انا بالك بلي الصومال والكونغو هادو ولا بالك بانك منتخبات ما نحقروهمش، احنا نسمعوا الصومال نحقروها، كان نسمعوا الصومال نحقرو، لازم ما نحقروهمش، لازم كاش حقرة بالتالي كاع، لازم الحقرة ما كاش خويا، العابل ثم العابل، هذا رومانو. احنا ما احنا ما راش عندنا إدارة وما راش عندنا مدربين من الفوق، وهو ما كاش مدربين، والله ما سعوا كاع، نقول لكم والله ما عندنا مدربين، اسمع واحد يقول لك مدربين منا مدرب، عندنا افضل مدرب في تاريخ افريقيا، عندنا نبقى مخلوع من يقول لك كاين افضل مدرب في تاريخ افريقيا، مدرب في مدرب افضل مدرب محصل في قسامة، كاش كاع من هاد، كاع ما نأمنش بها هذي، مدرب كاع ما يحصلش في اربيت، مدرب مشي من الاولى قدام لا يلعب يبداو يقول لك مؤامره مؤامير باح يدور على بالشيخ يبيع عافي بالشيخ، مدرب مدرب تاعكم مشرف يقلعوا جماعته، هذوك الاخرين يقلعوا مؤامره من بعد سيديروا بعد يعاود يدور كي يربح هو يقول لهم صايي حبس اي يقلع يبدا يعاير الراس، يا ولدي تجيب كوب دافريك تجيب كوب ديمون تروح كوب ديمون وعاير راس انتقد ومن قبل تهدرش كاع، انا نقولها لك اسكت شي لاعب
ماشي يا زلمة ماشي يا زلمة ماشي تزر للزر متكسرش الهدرة أنا نقول لك متكسرش الهدرة ماشي تزر للزر ساعدني ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم وصحة عيدكم خاوتي.